اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة الأمة أن يخضر عند وعيه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا والحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على خدوده وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود.